حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية أن زيادة سقف إنتاج العراق من الخام تصطدم بقرارات أوبك بلس، على الرغم من وجود إمكانية وخطط لتوسيع السقف الإنتاجي. وقالت عضوة اللجنة زينب الموسوي إن هناك إمكانية لزيادة حجم الإنتاج النفطي، إلا أن العراق لا يستطيع المضي بذلك نتيجة التزامه بقرارات أوبك بلس، مشيرة إلى أن متوسط إنتاج البلد اليومي تم تقليله بمقدار 220 ألف برميل يوميا بعد قرار أوبك بلس بالتخفيض. قال مصدر حكومي إن الجانب الإيراني بدأ أولى خطوات تدشين ثالث منفذ حدودي مع العراق شرقي ديالى بعد منفذي المنذرية ومندلي، رغم رفض الجهات الحكومية في العراق بسبب عدم السيطرة على عمليات التهريب. وأنشأت السلطات الإيرانية ساحة وكرفانات شرقية ناحية قزانية كمنفذ ثالث لديالى مع إيران، وهي من المناطق التي تنشط فيها عمليات التهريب والصراعات بين الميليشيات التابعة لأحزاب السلطة، والتي تسببت مؤخرا بمقتل أشخاص وجرح آخرين قرب منفذ حدودي في ديالى بسبب خلافات بين جهات تحاول فرض سيطرتها على المنافذ الحدودية. أقرت وزارة التخطيط بغياب السيطرة الحكومية على تجارة الذهب الداخلة عبر مطارات كردستان العراق، مضيفة أن هناك ورشا للذهب مخفية وغير خاضعة للرقابة. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إنه قبل 2003 كان البنك المركزي هو من يتحكم باستيراد وبيع الذهب للتجار والصاغة، مؤكدا أن هناك ورشا للذهب مخفية وغير خاضعة للرقابة. وأضاف أن السيطرة على الورش المخالفة للقانون ليست سهلة على حد تعبيره. تجاوزت مدفوعات تأمين الحوادث السيارات أو حوادث السيارات تجاوزت 9 ملايين دينار في عام 2022 الماضي بحسب وزارة المالية في العراق. وقالت الوزارة إن جميع السيارات في البلاد باستثناء كردستان العراق مؤمنة تلقائيا عن حوادث الدهس التي يتعرض لها المواطنون والتي تؤدي إلى حالة الوفاة أو الإصابة البدنية ولا يشمل هيكل السيارة، مضيفة أن مدفوعات تأمين حوادث السيارات أي الدهس في شركة التأمين بلغت أكثر من 9 مليارات دينار خلال العام الماضي. احتل العراق المرتبة الثانية بنسبة بطالة النساء من بين الدول العربية. وبحسب إحصائية وزارة التخطيط العراقية لعام 2022 فإن معدل بطالة النساء في العراق بلغ 28.20 عشرا بالمئة، وهو ضعف معدل بطالة الذكور الذي بلغت نسبتهم نحو 15%. العراق جاء في المرتبة الثانية من حيث بطالة النساء بعد الأردن بحسب وكالة الشرق بلومبيرغ، والتي اعتمدت على الإحصائية المتوفرة لدوائر الإحصاء في الدول العربية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.